شوفوا العقوق، اسمعوا إلى العقوب وقولوا كيف فضحت الميت. هذا شاب له 3 أشهر، شهرين، استغفر الله، شهرين هو يتصل فيه ذبحني، كل شوي يتصل: يا شيخ أبويا مريض. قلت الله يشفيه. يا شيخ دخل المستشفى. قلت ربك يشفيه. يا شيخ أنتم شغالين 24 ساعة؟ نعم شغالين. يا شيخ عندكم كفن؟ نعم في كفن، كفن ممتاز. قلت له في كفن. يا شيخ عندكم سيارة؟ يا شيخ. يا شيخ كيف أجيبه؟ ذبحني في اتصالات. أنا قلت ما في واحد بار في أبوه يحب أبوه بهذا الصورة، يا ريت كان ظني في محله. شهرين قمت حضرته في الجوال، حطيته في الحظر، لا يقدر يتصل ولا يرسل. إيش سوى؟ رسل بي، كلم بجوال ولده، قال يا شيخ اتصل بجوالك، ما يدي مشغول مقفل. قلت يمكن الشبكة. قال يا شيخ طيب دحين إذا تقدر نخش مع أبونا نغسل؟ قلت إيه تخش مع أبوك تغسل، ليش لا تخش. بعدها بمدة اتصل فيا ببرود، قال لي أبويا مات. قلت رحمة الله عليه، الآن أجي لك بالسيارة. رحت بالسيارة وأخذته من المستشفى، لقيت برا سيارات يعني ما تتشاف إلا في النادر في الإجازات، سيارات يا كثرة، سيارات جخجخة. وجوا معايا كلهم للمغسلة، دخلنا الميت هذا وحطيناه فوق دكة الغسل. مثل هذه الدكة، شايفين الدكة هذه؟ الدكة اللي أنا أتكلم عليها، شئت أم أبيت، رغما عن أنفك، رغما عن أنفك سوف تطلع على هذه الدكة، وأولهم أنا. سوف تطلع على هذه الدكة غصبا عنك، وسوف يأتي المغسل ويضع عليك السترة ويضغط على بطنك لإخراج، ينجيك، يضغط على بطنك لإخراج الماء القابل للخروج، ويقلبك على جنبك الأيمن والأيسر، وأنت لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة. ماذا عددنا لهذا الفعل؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واعدوا لمثل هذا أكثر من ذكر هذه من لذات، قال وما هذه من لذات يا رسول الله؟ قال الموت، كفى بالموت واعظا. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبا وخليله وسيد الخلق أيا محمد إنك ميت وإنهم ميتون، فمن نحن إلا من؟ سوف تموت مهما بلغت من العمر، 60، 80، 100 سوف تموت. ولو كان سوف تعيش مؤبد كان استغربت، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من يعيش مؤبد ولن يموت. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. كنا في إيش؟ قصة خرجت. نعم، حطيناه على الطاولة وحطينا على السترة قبل لا نبدأ الغسل، خرجوا كل الأخوان راحوا. جاني أخو قال لي يا شيخ أكشف لي وجهه. قلت دحين يجي ولد نساعد معاه؟ قال لي لا لو سمحت أكشف. قلت أديني بطاقتك، شفت البطاقة تصريح الدفن أخوه، كشفت على وجهه، سلم على جبينه، قال لي أقلبه على جنبه الأيمن يا شيخ. قلت أه؟ قال أقلبه شوية. قلت الرجل المي أخوك عريان عليه سترة بس. قال لي الله يخليك يا شيخ ما في أحد، أقلب لي هو بس على جنبه الأيمن. استغربت، فغطيته بالسترة، حطيت رجله اليمنى على اليسرى، حطيت يده على صدره ودخلت يدي من تحت باطه من رجله قلبته. وهنا كانت المفاجأة، كان هذا أخونا في الله المصاب بغرغرينا في ظهره، في فتحة ممكن تدخل يدك تروح للجهة الثانية قريب، ما إلا تمنعها الأمعاء، بس كانت فتحة قد كده من غرغرينا. ما علينا، الكلام هذا جابوه على صلاة الظهر، جابوه عندي. قال لي ولده هذا اللي شهرين يتصل فيه، قال لي يا شيخ أنا حروح وأجي لك عن تجهيز، نبغى نجهزه على العصر ونشيله ندفنه في مكة. قلت طيب. الساعة 1:00 2:00 اتصل فيه ما يرد، اتصل ما يرد، اتصل جواله مقفل، ما عندي إلا الرقم هذا اللي هو ممتحني فيه. اتصلت على ولده الرقم اللي رسل فيه، فقال لي دحين أكلم لك أبويا. اتصل بي، وينك يا ولدي؟ باقي ساعة على العصر نبغى نجهز أبوك. نحن نقدر نجهزه، لكن يعرفوا المغسلين والمغسلات بعضهم يقول لك لا ما تجهزه إلا ما أكون أنا موجود، بعضهم يقول لك ليه يا شيخ أخرته، ليه ما جهزته، فكل واحد يتكلم شكل. تعرف إيش قال؟ قال لي كلمة لو الأرض
انشقت وبلعتني ولا قال هذه الكلمة. أنا أقول له باقي على أبوك ساعة تعال جهز. وإيش يقول لي؟ مفروض يقول لي دحين أجيك هوا طيران، إيش اللي أخرك؟ يقول لي قاعد أبلغ الناس على موت أبويا. طب هنا أولى، أولى أبوك إنك تبلغ عنه تساعده بعدين لو تعرف. وإيش قال لي؟ قال لي يا شيخ الآن أرسل لك ولد الجيران يساعدك في غسل أبويا. إيش تقول؟ قال أرسل لك الآن ولد الجيران يجي يساعدك في غسل أبوه. شهرين قاعد تتصل والآن تقول لي أرسل لك ولد الجيران؟ شهرين. رخيت السماعة في وجهه وقلت للشباب جهزوا. جهزناه، بعد ما جهزناه حطيناه في المجلس. جاني هذا الأخ الابن الكبير ومشمر يقول لي هيا يا شيخ أبغى أغسل معك. قلت له